حياكم الله مشاهدينا الكرام، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. روسيا والنظام يصعدان القصف الجوي والصاروخي على ريف إدلب. صحيفة صباح التركية تقول إن نظام الأسد يسعى للجلوس على طاولة المفاوضات مع أنقرة. مسؤول إيراني يقول أن التبادل التجاري بين النظام وإيران يسير ببطء. حياكم الله. قتل طفل وأصيبت امرأة جراء قصف النظام الصاروخي على ريف إدلب الغربي. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا جمعة الأحمد. لا يزال التصعيد العسكري مستمرا من قبل قوات النظام وروسيا على المدنيين بريف إدلب، حيث قتل طفل وأصيبت امرأة جراء استهداف قوات النظام براجمات الصواريخ قرية الكفير الواقعة بريف إدلب الغربي. تركزت هذه الاستهدافات على الأحياء السكنية للمدنيين ووقوع أضرار أيضا في ممتلكاتهم، كما استهدفت الطائرات الحربية الروسية مختلف مناطق ريف إدلب ومنها منطقة ريف إدلب الجنوبي، حيث شنت بعدة غارات جوية بالصواريخ الفراغية أطراف بلدة كنصفرة وقرية بسامس الواقعة بمنطقة جبل الزاوية، كما أيضا كان للطائرات الحربية عدة غارات جوية على سلسلة جبال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة لقوات النظام على مناطق متفرقة بسهل الغاب ومنها قرية العنقاوي، حيث استهدفتها بعدة قذائف مدفعية بريف حما الغربي. جمعة الأحمد، حلب اليوم، ريف إدلب الغربي. وللتعليق على قصف النظام وروسيا لريف إدلب معنا العقيد أحمد الحمادة، محلل عسكري واستراتيجي من إسطنبول. حياك الله سيادة العقيد. في البداية، كيف تقرأ المشهد اليوم شمال غربي سوريا من تصعيد مستمر من قبل روسيا والنظام؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. هو يعني زيادة استمرار في خرق اتفاق وقف اطلاق النار او بروتوكول آذار او اتفاق سوتشي او منطقة خفض التصعيد الرابعة، سميها ما شئت، هو استمرار هذا القصف على باقي المناطق، اتساع زيادة او اتساع نقطة القصف مرة اخرى. وصلت للمرة الاولى طائرات الروس والنظام إلى مناطق على طريق عفرين، على منطقة أو مدينة دارت عزة، حول دارت عزة. اليوم يستمر هذا القصف باتجاه منطقة الغاب الغربي، هناك قصف على منطقة الكفير القريبة من جسر الشغور واستشهاد امرأة وإصابة عدة أشخاص، هناك جبل الزاوية، بلشون، كنصفرة، بليون. نعم. هناك كذلك في منطقة الكبينة وجبال الكبينة. إذن كل نعم. هذه العملية التي تقوم بها قوات النظام والروس والإيرانيين هي عملية ضغط شديد على المنطقة، على المعارضة، على الضامن التركي، على السكان. نعم سيادة العقيد، يعني تحدثت عن أن الهدف هو الضغط، ماذا تتوقع من قبل يعني النظام، ماذا يتوقع بعد هذا الضغط؟ ما هي الأهداف يعني للنظام وروسيا؟ بعد يعني اجتماع بوتين مع المجرم الأسد و يعني حل مشكلة درعا في تلك المنطقة، اليوم هناك زيارة لوزير دفاع عصابات الأسد إلى الأردن، هناك يعني تريد روسيا بالتالي من تركيا ومن المعارضة فتح الأبواب على مصاريعها، وربما تطلب يعني إعادة النظام أو إعادة رسم علاقات جديدة بالإضافة إلى التنسيق، يعني تريد روسيا بالتالي يعني حسم منطقة شرق الفرات من خلال الـ يعني الأقاويل التي تنتشر بأن الأمريكان سيستحبون من تلك المنطقة. من سيحل محل الأمريكان يعني برأيك؟
نعم، برأيك سيادة العقيد، هل سيكون هناك اتفاق جديد في إدلب ورسم لخرائط جديدة؟ هذا غير ممكن اليوم. ما تريده روسيا ليس اليوم، يعني هي تريد قضم المنطقة، تريد سيطرة النظام، ولكن اليوم هناك يعني حواجز كبيرة جدا في وجه طموحات روسيا ونظام الأسد. هناك الجيش التركي متواجد في تلك المنطقة، هناك قوة عسكرية كبيرة، هناك تخوف دولي شديد جدا من منطقة يسكنها 4.5 مليون إنسان من الكارثة الإنسانية، هناك تخوف من استمرار موجة النزوح واللجوء. إذا هذه المنطقة اليوم عبارة عن جبهة تريد فقط من خلالها روسيا توزيع رسائل أو ضغط على مناطق أخرى. يعني قلت مرة منذ عدة أيام على أحد القنوات بأن العرس في إدلب والطبل في إدلب والعرس في شرق الفرات. إذن روسيا تصر على ملء الفراغ في شرق الفرات، هناك النفط، هناك الغاز، هناك مناطق واسعة، هناك ضغط على تركيا بشكل أكبر كون الحدود موجودة، وهناك البي كي كي موجودة، هناك مباحثات بين يعني روسيا والبي كي كي وبين أمريكا والبي كي كي. إذن أنت ترى أن يعني القصف الروسي وقصف النظام صحيح أنه في منطقة إدلب، لكن عين النظام وروسيا هي على منطقة شرق الفرات. أشكرك جزيل الشكر العقيد أحمد الحمادة، المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معي من إسطنبول. قال دفاع المدني إن فرقه وثقت 11 حالة وفاة، أغلبهم نساء، بعد نقلهم من المشافي الخاصة بفيروس كورونا ودفنهم وفق الإجراءات الاحترازية شمال غربي سوريا. وأضاف الدفاع المدني أن فرقه نقلت أكثر من 45 مصابا إلى مراكز العزل والمشافي. وطالب الدفاع المدني السوري الأهالي بضرورة أخذ اللقاح واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا للحد من انتشاره. وأكد الدفاع المدني على ضرورة اتباع الطلاب لإجراءات الوقاية الشخصية، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد وتوجه آلاف الطلاب إلى المدارس في المناطق المحررة. منهم من تبقى له مادة واحدة أكثر. طلاب جامعة إدلب ينظمون وقفة احتجاجية أمام الجامعة للمطالبة بإصدار قرار ترفع للطلاب إداريا وعدم تكليفهم المال والوقت لعام إضافي، لمجرد أنهم لم يتجاوزوا امتحان كل المواد الدراسية. نحن الآن أمام رئاسة جامعة إدلب، حيث نظم عدد من الطلاب وقفة احتجاجية للمطالبة بالترفع الإداري. طبعا كان هناك نظام سلاسة فصول هذا العام، مما أرهق عاتق الطلاب وطالبوا بإعادة نظام الفصلين أيضا والترفع الإداري. لمزيد من التفاصيل نلتقي مع أحد الطلاب في هذه الوقفة. السلام عليكم، نحن طلاب جامعة إدلب عم نطالب بالترفع الإداري. عملوا نظام فصلي، الطلاب ما بدهم اياه. هالنظام الفصلي صار شبه انه غصب على الطلاب. نحن طالبين الترفع الإداري على 6 مواد. باذن الله نحن عم نطالب دكتور احمد ابو حجر مشان يلبي دعوتنا هيدي، وان شاء الله يلبي الدعوه. طيب شو اثر انه يبقى الترفع على 4 مواد؟ ليش بدكم اياه على 6؟ لانه في طلاب، مثلا طلاب ما عندها قدره تجي، ما عندها قدره تدفع قسط كل سنه بسنتها. في طلاب كمان واقف ترفع على ماده واحده، يعني حرام هالشيء، ما بيجوز والله. يعني اذا طالب واقف ترفع على ماده واحده، يعني حرام، لازم يمشوا له وضعه ويعملوا ترفع على 6 مواد. هذا راينا وهذا حقنا، يعني هذا الشيء مو ظلم. بالنسبة للأقساط، للطلاب المستجدين عم يرفعوا الأقساط، للطلاب في حال الطلاب هي رسبة ما صار ترفع إداري، الطلاب هيدا كلها أغلب الطلاب ما مع قسط ترجع تدفع. يعني المعيشة صعبة ووضع الطلاب مبين، طلاب الجامعة وضعهم سيء جدا. نلتقي أيضا مع أحد الطلاب المنظمين لهذه الوقفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرجنا اليوم نحن المطالب بحق قرار ترفع الإداري،
يعني نحن اليوم مثل ما بنعرف أن طلاب الجامعة هني عم بيواجهوا كثير مشاكل، من ضمن هاي المشاكل أن الطلاب هني عم بيشتغلوا، معظم الطلاب عم بيشتغلوا مشان يساعد أهلهم بوضعهم الاقتصادي مشان يأمنوا أقساطهم. فما من معقول مثلا طالب حمل مادة أو مادتين زيادة يضطر يعيد السنة كاملة ويتحمل أعباء اقتصادية وأعباء نفسية ويضطر أن يتأخر عن مستقبله سنة كاملة. يعني معظم مثلا الطلاب حاملي مادة زيادة 5 مواد لنفترض، وخصوصا كمان طلاب التخرج يعني راح يتأخروا عن تخرجهم سنة كاملة لهذا السبب. إذن كما سمعنا الطلاب وحديثهم عن الترفع الإداري وأثره على الطلاب وخاصة ممن هم في قيد التخرج. من أمام رئاسة جامعة إدلب، سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم. قال برهان الدين دوران رئيس مركز البحوث السياسية والاقتصادية سيتا المقرب من الحكومة التركية إن نظام الأسد يسعى للجلوس على طاولة المفاوضات مع تركيا عبر البوابة الروسية، وأن نهج أنقرة لا يهدف للإطاحة بالنظام إنما لتحقيق هدفين رئيسيين. التقرير التالي والتفاصيل. محاولات النظام إعادة تعويم نفسه لا تقتصر على الدول العربية. مساع أخرى كشفت عنها صحيفة صباح التركية لرغبة الأسد في الجلوس على طاولة المفاوضات مع أنقرة عبر البوابة الروسية. والتجانس الاجتماعي. رئيس مركز البحوث السياسية والاقتصادية سيتا والمقرب من الحكومة التركية برهان الدين دوران كشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم عدة عروض إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان بخصوص الأسد. ويبدو أن نهج تركيا الحالي لا يهدف إلى الإطاحة بالنظام بل للعودة الآمنة للاجئين ومنع تشكيل حزام إرهابي للفرع السوري لمنظمة العمال الكردستانية. هدفان لا يمكن تحقيقهما إلا بدمج المعارضة السورية في إدارة جديدة شاملة في سوريا، يقول الكاتب التركي برهان دوران للصحيفة. ويضيف الكاتب أن إمكانية التطبيع مع النظام مرتبطة بجملة محددات على رأسها وجود رغبة لدى النظام بالاهتمام بالعمليات السياسية للمعارضة. يجب وقبل أي شيء أن تكون إدارة دمشق مستعدة وجاهزة لإعادة أبناء شعبها إلى بلدهم، وعليه فيجب أن تهتم بالعملية السياسية التي تشارك فيها المعارضة، وأن تتوقف عن دفع الملايين في إدلب باتجاه الحدود التركية بسبب القصف. وفي ظل غياب التنسيق السياسي بين النظام وأنقرة تبقى اللقاءات الأمنية بين الجانبين مستمرة، لقاءات اعتبرها وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو في تصريح لقناة MTV التركية طبيعية وتصب في مواضيع وقضايا محددة، لعل أبرزها ملف حزب العمال الكردستاني وأذرعه في سوريا. التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وزير الدفاع في حكومة النظام والتقى وزير الدفاع في حكومة النظام العماد علي أيوب. وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنه تم اللقاء خلال زيارته للأردن وبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين والأوضاع في الجنوب السوري ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود خاصة تهريب المخدرات. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وسط إقبال ملحوظ بدء العام الدراسي الجديد في رأس العين بريف الحسكة.
أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية علي أصغر إن التبادل التجاري بين إيران ونظام الأسد يسير ببطء. التقرير التالي والتفاصيل. تنافس وتصارع إيراني وروسي على الاقتصاد السوري، اقتصاد أنهكته سنوات طويلة من الحرب. التبادل التجاري بين إيران ونظام الأسد يسير ببطء بعد تعهد النظام بتسهيل وتسريع المزاودات، والروس ينتفعون بالاقتصاد السوري أكثر من غيرهم من خلال مشاركتهم في الكثير من المشاريع في سوريا. هذا ما قاله نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية علي أصغر زبردست في تصريح نقله موقع انتخاب. زبردست تحدث أيضا عن زوال الدور الإيراني الاقتصادي في العراق أمام المبادلات التجارية التي تتم بين بغداد وأنقرة. الموقف ذاته يتكرر في سوريا أمام الروس على حد وصفه. تصريحات المسؤول الإيراني عن بطء التبادل التجاري مع النظام كان سبقها قبل أيام زيارة لرئيس النظام بشار الأسد إلى موسكو، زيارة تخللها اجتماع بين اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة لبحث التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، لقاءات ربما لمست منها طهران تغيرا بموقف النظام منها. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كانت تحدثت في تقرير لها صدر شهر أيار الفائت عن التنافس الإيراني الروسي في سوريا، تنافس قالت الصحيفة حينها إنه مع انتهاء القتال في معظم أنحاء سوريا، يسعى الداعمان الرئيسيان لرئيس النظام بشار الأسد إيران وروسيا للحصول على النفوذ وغنائم الحرب في البلاد. ومعنا للتعليق على الموضوع السيد سمير الطويل، صحفي مختص بالشأن الاقتصادي. حياك الله سيد سمير. في البداية، هل جاء اليوم الذي ينكر فيه بشار جميل طهران بمساندته في حربه ضد السوريين ويميل اقتصاديا لروسيا؟ مساء الخير. طبعا تراجع حجم التبادل التجاري بين إيران وبين سوريا، السبب الرئيسي هو اقتصاد سوريا إلى الصناعة والتصدير، ومن ثم حاجة إلى السيولة من الدولار لشراء المستوردات، لذلك هناك تباطؤ في حجم التبادل التجاري. حجم التبادل التجاري في العام 2020 كان تقريبا حوالي 75 مليون دولار، وهو رقم ضئيل جدا. طبعا الميزان التجاري يميل لصالح إيران، لأن مستوردات سورية صادرات السورية إلى إيران تبلغ 10 ملايين من ضمن 75 مليون دولار، مقارنة ب 550 مليون دولار طبعا في العام 2010، وهو رقم ضئيل قياسا كمان بالميزان التجاري بين سوريا ودول كمان أرقام كالاتحاد الأوروبي. نعم سيد سمير، يعني أرقام ضئيلة، لكن المتحدث علي أصغر يقول بأن السبب هو الروس هم يستفيدون أكثر من الاقتصاد السوري. طبعا إيران تصدر إلى سوريا بشكل رئيسي الأدوية، بشكل رئيسي أيضا الصلب والحديد، وإضافة إلى قطع غيار السيارات، ناهيك عن التعاون العسكري طبعا. لكن روسيا لها أخذت امتيازات سيادية، يعني استثمرت مرافق على البحر، أيضا استثمرت في المياه الإقليمية بالغاز والنفط، إضافة إلى موضوع الثروات المعدنية كالفوسفات في منطقة تدمر بالتحديد. لذلك هم يقارنون بأن جانب روسيا استفاد أكثر، لكن عين إيران أيضا على قطاع الصناعة بشكل رئيسي، وسمعنا منذ أسابيع هناك مفاوضات على الاستحواذ على شركة برد لصناعة البرادات وصناعة المعدنية بشكل عام، إضافة إلى أن إيران عينها أيضا على كعكة إعادة الإعمار من باب أعمار سكني أو العقارات، وهي وعدت ببناء 100,000 وحدة سكنية جنوب العاصمة دمشق، وهذا الأمر لم ينفذ على أرض الواقع. إيران تحاول توريد شحنات من النفط سواء مشتقات النفط الخام، لكن العقوبات الدولية تمنعها من ذلك، إضافة إلى أن النظام لا يملك السيولة اللازمة لتمويل عمليات إمداد بالنفط.
بالنهايه الجانب الروسي مستفيد لانه حصل على استثمارات سياديه وعلى حصه اكبر من كعكه اعاده الاعمار او كعك الاقتصادي. يعني على سبيل الجانب الروسي مستفيد والجانب الايراني ربما مستفيد بشكل اقل، لكن الخاسر الاكيد هو الشعب السوري من سياسات النظام الاقتصادي. اشكرك جزيل الشكر سمير طويل، صحفي مختص بالشان الاقتصادي، كنت معي من باريس. سنة دراسية جديدة بدأت في مدينة رأس العين شمال الحسكة، شهدت مدارس المدينة إقبالا كبيرا من التلاميذ وخاصة المنقطعين منهم. المزيد في التقرير التالي. أعلنت مديرية التربية بالمجلس المحلي لمدينة رأس العين بريف الحسكة عن بداية العام الدراسي الجديد. إقبال كبير من المنقطعين عن المدارس في السنوات السابقة شهدته معظم مدارس المدينة. أعلن عن افتتاح العام الدراسي الجديد لهذا العام 2020-2021، وقمنا في بعض البرامج في العطلة الصيفية بتدريب قرابة 300 معلم ومعلمة من أصل 900 معلم، وكان هناك إقبال كبير للطلاب، الحمد لله تجاوز 20% عن العام الفائت. طبعا أصبح عدد الطلاب حوالي 15,000 طالب وطالبة. نلمس إقبالا في بداية هذا العام، إقبال شديد من الطلبة والتزام من أهالي الطلبة، خصوصا الطلبة المنقطعين عن الدراسة عادوا في بداية هذا العام، وبما أن المدرسة رممت والبنية التحتية في المدرسة جاهزة هذا يبشر بالخير. يشهد القطاع التعليمي تطورا متزايدا في مدينة رأس العين بحسب مراسل حلب اليوم. إقبال الطلاب على التعليم جاء بعد تحسن البنية التحتية للمدارس ووجود مدرسين أعطوا التلاميذ اهتماماً أكثر من السنة الفائتة بحسب بعض الطلاب. نتمنى إن شاء الله يكون يعني منه للأفضل سنة خير إنه لجميع الصفوف. حتى السنة الماضية ما كان في طلاب، هاي السنة صار في طلاب أكثر، يعني عدد يعني ضخم، صار أكثر من شعبة، صرنا نفتح الصفوف أكثر من شعبة، صارت سنة أفضل. يعني إن شاء الله نتمنى السنوات القادمة إن شاء الله تكون أفضل وأفضل. لا شيء أجمل من عودة الطلاب للمدارس. افتتحت الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية أنصر قريتها السكنية في مدينة عزاز، وذلك في سبيل تحسين ظروف الإيواء للنازحين الأشد حاجة في سوريا. المزيد في التقرير التالي. من أرض المخيمات خرجت هذه العوائل لتدخل أرض الأمل، موطنهم الجديد الذي بنته أنصر الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية. 94 شقة سكنية تم بناؤها في مدينة عزاز شمال حلب، ستوفرها القرية للعائلات النازحة الأشد حاجة في الداخل السوري. نزحنا بسبب قصف النظام الهمجي في عام 2017 إلى مدينة عزاز، وقعدنا بالمخيمات العشوائية وبيوت لا تصلح للسكن البشري لفترة أربع سنوات ونص، وانتقلنا اليوم إلى بذور فلسطين إلى قرية أرض الأمل. القرية التي استغرق إنشاؤها قرابة 9 أشهر تبلغ تكلفتها ما يقارب 1,650,000 ليرة تركية، وبحسب القائمين على المشروع فإن الهدف من إنشائها هو إيجاد مأوى كريم للعائلات النازحة بديلاً عن الخيام، يمنح العائلات المستفيدة الخصوصية والخدمات الأساسية، كما يمنحها سكناً آمناً مقاوماً لظروف الطقس المتقلبة. يهدف المشروع لتأمين سكن كريم وآمن للعائلات النازحة في الشمال السوري. بالمرحلة الأولى يؤمن 94 سكن ل 94 عائلة نازحة. المشروع تأتي أهميته من كون مشكلة السكن هي من المشاكل الرئيسية للنازحين في الشمال السوري، هناك ما يزيد عن 1.5 مليون نازح. تم اختيار العائلات المستفيدة من المشروع بناء على عدة معايير، الأولوية كانت للعائلات التي تعيلها نساء، كذلك العائلات التي يعاني معيلها أو أحد أفرادها من إعاقة دائمة، بالإضافة إلى المعايير المتعلقة بالدخل والوضع المعيشي وشكل السكن الحالي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.